السلام عليكم. ازيك يا ابله كوريا؟ مساء الفل. بقول لك ايه، مش وقت النظرات ثاقبه، عايزين نطمن على الراجل ونمشي. الف سلامه عليك يا هيما، قلقتنا عليك يا شيخ. الله يسلمك يا طاعون. ايه الورد الجميل ده؟ طول عمرك حساس. والله ما رضيت اسرقه، جايبه لك من مالي الخاص يا هيما. ده انا كان نفسي اجي لك ليلتها، بس انت عارف الظروف، اخوك بقى مسجل خطر ويعيشه في القلق. وهذا بيسلم عليك وبيقول لك الف سلامه عليك، وكان عايز يجي لك لولا حوار فرح اخته الصغيره، بس هو حلف بيت يمين انه ما يعملش الفرح غير لما تقول لنا بالسلامه وتقف على رجليك. الله يسلمك يا رجاله، فيكم الخير. خير؟ خير ايه اللي فيهم؟ واحنا جالنا من وراهم الا النصايب ووجع القلب. الله هو فيه. ايه يا حاجه مالك؟ انت طلعتي منين فجاه؟ ارجعي لجوزك، انت مالك ومالنا انت؟ جرايه يا كوريا ما يصحش. لا يصح ونص يا هيما. ولو انت بتخاف انا ما بخافش الا من اللي خلق. انت طول عمرك واد دغري ومتعلم وبتاع جامعه، ودول شويه ساعه وسوابق ومسجلين، لازين فيك ليه؟ عايزين منك ايه؟ واخره المدام كنت هتروح مني في شربه مي عشان مين ده كله؟ يا طاعون احنا جايين نتحط علينا ولا ايه؟ وايه موضوع السوابق ده؟ ما الحال من بعض يا ست كوريا. جرى ايه يالا؟ كفايه كده يا نسر، سيب الست كوريا تجيب اللي في بطنها. انا لا هجيبه ولا هودي ولا هطلع حاجه. ويكون في علمك يا نسر، مش كل من دخل السجن بقى ابن حرام. كل واحد فيكو عارف اللي فيه وعارف بلاويه، وانا كمان عارف، وتلات ارباع اهل الحاره عارفين. اقسم بالله لو ما بعدتوا عن هيما انا راجل مش حرمه، بقول لكم هتزعلوا وزعله كبيره كمان. ماشي انت تزعل. بركه ان احنا اطمنا عليك يا هيما، وان شاء الله تقوم بالسلامه ويبقى لنا كلام سوا. سلام. سلام. مع السلامه يا طاهر. مع السلامه. خطوه عزيزه. اتعطلت يا بت ولا ايه؟ مش ليك راجل قاعد؟ ايه؟ كلمتين كانوا محشورين في زور، كنت هطرشق لو ما قلتهمش، ايه المشكلة يعني؟ كل